أهلا بكم. هذا يوم من أهم أيام الدكتور، أو نقدر نقول أنه اليوم الأهم في تاريخ الدكتور عبر السنوات الماضية. أولا لأن هذا اليوم نستضيف أسطورة كبيرة من أساطير الطب عبر العصور، وفخر كبير للطبيب المصري وفخر كبير للطب العربي. وأيضا موضوع الذي سنتحدث عنه اليوم في الدكتور موضوع شديد الأهمية، سنتحدث عن البليدينج، النزيف. والنزيف من ناحية طبية عندما نتحدث عنه ينبغي أن نقف أمام نقاط هامة جدا، نقاط محددة. أول هذه النقاط أنكم أعزائي المشاهدين، حتى مشاهدي الدكتور، قد لا تعرفون أشياء عديدة عن النزيف. هذا الأمر يجعلنا نقف أمام واحدة من أكبر المواضيع أهمية وأكثرها إثارة وأيضا أشدها خطورة في عالم الطب. ولكن هذا فخر كبير للدكتور أن يكون ضيفان اليوم، أسطورة كبيرة في عالم الطب، قدم سنوات عمره مخلصا لخدمة الطب بالمجان، وما زال يقدم الكثير من الجهد ما شاء الله فوق ما يزيد عن نصف قرن من أجل أن يقدم خدمة طبية وصورة رائعة للطبيب المصري. أحب لفظ الحكيم عن لفظ الدكتور، وقال في كثير من حواراته أن الحكيم هو اللفظ الحقيقي الذي يعبر عن التصرف المنطقي الذي يصيب به الدكتور، هدفه إصابة صحيحة ويحقق هدفه المنشود ويحقق النتيجة الصحيحة عندما يكون فقط حكيما. الأسطورة الطبية الحية وأعلم أهل الأرض الذين يتحدثون باللغة العربية، وأكاد أجزم أعلم أهل الأرض بالفعل بالإنترنال ميديسن أو طب الأمراض الباطنية، وأستاذنا أستاذ الأساتذة الفخر الكبير لنا اليوم في الدكتور، هو ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور حسام موافي. في حاجتين كبار جدا بيودي العيان للدكتور، الألم والدم. اللي بيقول أي ما يقدرش يقعد في بيته. ما هو تعريف النزيف أو البليدنج لأسباب باطنية؟ مشكلة في الوعاء الدموي، ولا مشكلة في الصفائح، ولا مشكلة في شلال التجلط. عشان كده لازم نعمل وظائف صفائح. الأستاذ الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015 كلية طب جامعة القاهرة، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحث منشور في مجالات العلمية والمحلية والعالمية، مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة. اسمحوا لي أن أرحب بأستاذنا وأستاذ الأساتذة والأستاذ الكل، أستاذ الدكتور حسام موافي. منور يا فندم الدكتور. أهلا بيك يا أيمن. دي خطوة عزيزة، والدكتور شرف تشرفا كبيرا. الله يخليك، الله يحفظك. الله يبارك فيك. أنت عامل على فكرة يعني عمل جبار يعني بتوعية الناس. ده شرف كبير فعلا يعني الناس اتنقلت نقلة كبيرة جدا. يعني في بعض افتكر نفسه دكتور، دول ما لناش دعوة بيهم. لا ده دول وحشين. إنما في ناس اتعلمت لما الدكتور يكلمها تقول له إيه. يعني اذا حست ان في حاجه مش صح بتلقطها بسرعه جدا، وده بفضل ربنا. ربنا يبارك فيك، ده فضل حضرتك. ده شهاده اعتز بيها لما حضرتك تشهد لي بالشهاده دي. لا انا كده خدت اكبر مسافه. يعني الاول انا كنت بعيد جدا عن البرامج دي، ما كانش في وقت. طبعا. بس لما ابتديت اركز وابتديت استضاف فيها يعني ابتديت اشوفها،
وبعدين عرفت الكومنت بتاع الناس، كومنت جميل جدا جدا يعني جدا. ربنا يبارك فيك يا فندم، شرف كبير لينا. وهذا البرنامج مكسبه الاساسي ان انا سمح لي ان انا اجلس امام حضرتك. يعني ده مكسب ما بعده مكسب. الله يبارك فيك. والحمد لله بنكون مكتبه كامله في حواراتك ديت. يعني ثروه، اعتقد انها ثروه كبيره جدا ان الناس تدخل على اليوتيوب هتلاقي كل محاضراتك مرصوصه، بيشوفوك بشكل مباشر. في ناس كانت بتسجل المحاضرات بس ديت محاضرات طبيه، لكن انا بتكلم على البوبوليشن العام كله، سواء وكمان شباب الاطباء اللي لسه في سنه اولى وثانيه يتعلم من دلوقتي، لسه ما قدرش يوصل لمستوى انه يقدر يفهم الانترنال ميديسن، لغايه لما يوصل بقى يسمع محاضراتك وهي متسجله هيبقى كمل ثقافه كامله. انا عايز ابدا بسؤال، لماذا اختار استاذنا هذه الحالة، حالة النزيف، عشان نبدأ بيها محاضرات اللي هقول لك يا أيمن. أنت قلتها في النص كده وأنت بتقدم، في حاجتين كبار جدا بيودي العيان للدكتور طول عمرنا كده نعرف، الألم والدم. الألم والدم اللي بيقول أي ما يقدرش يقعد في بيته، بيستحمل مرة اتنين، إنما هنفترض لا قدر الله مغص كلوي بيجري على المستشفى، ألم ذبحة صدرية بيجري على المستشفى. يبقى الألم بيجري الدكتور، بيجري المريض، والدم لو شاف. دلوقتي الامور خدت صوره في الدم، ان ممكن فعلا يكح دم ويسكت يقول لك هبقى اروح يوم السبت. لا لا، الدم عرض يعني لازم العيان يستشير دكتوره بسرعه جدا، ما يتسكتش عليه. زي الالم، زي الالم. مش معنى الالم عشان وجعك، طب ما الدم افترض ان هو في نص الليلوزات، طب ما انا اخده وهو نقطتين بدل ما يبقى كميه كبيره. ما هو تعريف النزيف او البليدنج لاسباب باطنيه؟ أيوة. وعشان نبتعد عن الاسباب لانه الموضوع كبير، لو دخلنا كلمه جراحيه كمان. يعني دايما عندنا حتى في الكتب اللي هي الباطنيه عندنا بالنسبه للدكاتره بقول لهم اي بيشنت هو بليد، يعني واحد بينزف بس مش جراح، يعني مش حادثه عربيه، مش دوالي مريق، مش واحد انفجر فيه معدة أو ورم سرطاني ونزف، لا ده واحد ماشي عادي جدا ومعتقد أنه سليم جدا وشاف الدم. ده اللي هنتكلم عليه، مش هنتكلم على واحد خبطته عربية وبينزف ولا أي حاجة من دول، ولا قرحة معدة نزفت، ده واضح أن فيه سبب. إنما واحد كان ماشي عادي، ولد في المدرسة ونزف، ولد في الجامعة، راجل في موظف وهو في شغله، لا مناخيره فتح الدم، سنانه نزف الدم، كح دم بدون اي مبرر، او 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 لا دم في البول او لا في البراز او اي حاجه. ده اللي هنتكلم عليه. اذا سنبدا بالاسباب. قبل ما اقول الاسباب يا ايمن، هقول ان ربنا سبحانه وتعالى وسبحان الله عامل حسابه ان انا هتعور، مفيش شك. انت بتحلق الصبح سهل قوي هتعور، يعني انا ماشي جت ايدي في سلك شائك في اي حاجه، عربيه قفلت عليا، ربنا عامل حسابه على كده سبحان الله. فاول ما الواحد ينزف نزيف بسيط، وليكن انا بفترض واحد بيحلق، بيحصل ثلاث حاجات، يحصل ثلاث حاجات. اولا انا قطعت شعيره دمويه، الشعيره الدمويه دي لها جدار، الجدار ده عضله، فاتفتح العضله، اتفتحت وخر دم، تلم تقفل سبحان الله، بس قدرتها على القفل محدودة والوقت قصير، بس بتلحقني، يروح قافل الوعاء الدموي ده، يقوم يمنع الدم انه يطلع. ده الميكانيزم الاول لحماية انسان من انه يفقد دمه. نمرة اتنين، ناخد اخبارية الصفائح الدموية، تاخد اخبارية ان حصل الجرح ده، تروح جاية من اخر الدنيا ومن كل حتة ووقف عند الجرح. طب عرفت ازاي؟ سبحان الله، ان ساعة ما الجرح طلع مادة تشمها الصفائح، تشمها المادة دي، تروح جاية جري وقافلة مطرح الجرح، فالنزيف يقف بس برضو محدودة لدقائق. يكون الكاسكيد اي الشلال بتاع الجلطة ابتدى يشتغل. فانا عندي ثلاث حاجات، رقم واحد الشريان هيقفل نفسه، عضلة تنقبض زي خرطوم جنينة وانت رحت قافله عشان ما يخرش. نمرة اتنين الصفائح تلم نفسها،
بايه؟ بحاجه اسمها تيشو فاكتور. التيشو فاكتور ده لما يطلع اللي هي الماده اللي بتطلع من الحته المقطوعه المتعوره تقول للصفائح تعالوا. بتعرف ازاي؟ سبحانك الله، تيجي تقف في حته الجرح هنا. على بال ما ده يحصل، وده يحصل ياخد 3 4 دقائق، يكون شلال ده شغل ده شغل ده شغل ده شغل ده لحد ما نوصل لنمره 12، يكون عمل الجلطه اللي هي الناس بتشوفها لونها احمر وتروح قافله الدم خلاص. اذا البيشنت بليد اللي بينزف حاجه من الثلاثه غلط، يعني مش عارف يعمل كده، مش عارف يعمل، يا في مشكله في الصفائح، يا في مشكله في الكاسكيد بتاع الدم، متواليه المتواليه بتاعه عوامل التجلط، شلال عوامل التجلط بس. فاما يجي لي واحد بينزف لازم ابحث على رقم واحد كويس جدا، هل عنده مشكله في الاوعيه الدمويه؟ مثال نقص فيتامين سي بيعمل مرض اسمه سكيرفي، اسقربوط. هذا المرض يخلي جدار الشريان ضعيف جدا، مش الشريان، الشعيرات الدمويه ضعيفه جدا. يقوم لو اتفتحت لاي سبب من الاسباب ما تعرفش تلم نفسها، ليه؟ العضله ضعيفه. طب ما ده علاجه سهل جدا ان انا اديله فيتامين سي، لكن تشخيصه صعب جدا جدا. كان عنده البحاره بتوع زمان، البحاره اللي بيقعد 6 اشهر على المركب ياكل اكل محفوظ، فمحروم من فيتامين سي الموجود في الفواكه والخضروات. هم ما بيخزنوش معاهم، بياكل علب 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 6 اشهر ابتدى ينزف على نهايه الرحله. ايه اللي بينزف فيه؟ تلاقي لثه مناخيره، نقط حمراء تحت جلده كتير جدا، نقط نزف. ليه؟ لان الشعيرات الدمويه ضعيفه جدا، ما فيهاش فيتامين سي بتاعه. طب انا عايز اشخصه اعمل ايه؟ افضح الشعيره الدمويه، افضحها، هجيب جهاز ضغط وارفع جهاز الضغط بحيث يقفل الوريد لكن يسيب الشريان. هنفترض يا ايمن انا ضغطي 120 على 80، انا فوق 120 قفل الشريان. لا مش هعمل كده، انا هخليه تحت 120 وتحت 80 بس اعلى من الوريد، يبقى انا قفلت الوريد، يبقى بدخل الدم وما خرجوش. فلو كانت الشعيره ضعيفه هتفرقع، يبقى فضحته. ده اسمه هيست تيست. هيست تيست ده في العياده يتعمل، ده في العياده. فانا هجيب جهاز ضغط واعمله، اذا قال لي انا بنزف وكده، اذا طلع كده خلاص. دي اسمها فاسكولار بيربر للدكاتره. فاسكولار بيربر يعني النقط الدمويه اللي بتيجي نتيجه ضعف في الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدمويه. الحمد لله بفضل الله انها ممكن تكون فيتامين سي بس، او الكبار. راجل كبير 80 او 85 سنه تلاقي جسمه فيه نقط حمراء كده، فاسكولار بيربر. يعني لو اللي جده عايش يروح يبص على جده يلاقي فيه نقط حمراء بسيطه كده، او مع انقطاع الدوره في المونوبوس، او بعض الحميات زي التايفس اللي اختفى، ده نوع من الحميات، من الحميات او من جايتس الالتهاب السحائي، يحصل معاه ضعف في الشعيرات الدمويه. يبقى انا عندي مجموعه كامله من امراض بتعمل ضعف في الشعيره الدمويه تنتهي بنزيف، اما نزيف تحت الجلد او من مناخيري او من اسناني، وعاده ما بيبقاش نزيف قوي قوي. ليه؟ لان هو الميكانيزم رقم واحد انا فقدته، وهو ان لما اتعور ما اعرفش اعمل كده. تقول لي طب انا ما اتعورتش، اقول لك طب ما هي ضعيفه ممكن تفرقع لوحدها. واللي بيشخصه الهستس اللي هو بجهاز الضغط. نمرة اتنين مهمة جدا جدا، خصوصا الزمن ده اللي جميع الناس قاعدة تبلبع في اسبرين. كل الناس يقول لك انا باخد اسبرين احتياطي، وتلاقي شاب 23 سنة ولا عنده عيلة فيها شريان تاجي ولا كوليسترول عالي ولا هو مدخن ولا عنده اي ريسك، وقاعد يبلبع في اسبرين او واخد مادة شبه الاسبرين. يعني مش لازم اسبرين باسمه، اسبرين يعني في اسامي، في اسامي خلاص بقت دلوقتي الاسبرين بقى حاجة مقدسة. هو دواء كويس جدا ونستخدمه، بس مش بدرجة ان انا وانا معدي في الشارع كده اخد اسبرين يعني. فده هنتكلم بقى، احنا قلنا الميكانيزم التاني ان الصفائح تلم نفسها وتيجي في الحتة دي. طيب مفيش صفائح، في امراض كثيره جدا تخلي الصفائح ناقصه. عندنا مجموعتين من الامراض. المجموعه الاولى ما نعرفش عن حاجه، اللي احنا بنسميها ايديوباثيك، هي من عند ربنا كده. المجموعه الثانيه الصفائح واطيه. انا عارف ليه؟
انا عارف ليه. فواطي عارف ليه قد يكون النخاع العصب مش شغال. طب مش شغال ده على مستوى الصفائح بس وعلى المصنع كله؟ هو المصنع بيعمل ثلاث حاجات: صفائح دمويه وكرات دم بيضاء وكرات دم حمراء بان سيتوبين. فلو النخاع العظم بايظ يبقى الثلاثه راحوا. يبقى لما يجي لي واحد بينزف واعمل له تحليل دم الاقي الصفائح واطيه ومعاها كرات الدم البيضاء واطيه ومعاها كرات الحمراء الدم واطيه، خلاص المصنع قافل يا رجال، المصنع قفل. انما صفائح بس قد تكون دواء بيبوظ لي الصفائح بس زي الاسبرين، او ان هذا الصفائح من عند ربنا كده مرض ما نعرفوش، حتى اسمه ايديوباثيك اي تي بي، ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك. بيتعمل في افلام كتير قوي، كتير قوي الافلام الاجنبيه بالذات اللي بتجيب كان في افلام الرعب بتبص ليها واحد قاعد وبينزف كده وطول الفيلم بما ليه قتل ولابس ماسك، وفي الاخر نكتشف ان هو القاتل لما ينزف اللي هو القاتل الحائر او القاتل مش معروف. الاي تي بي دي بقى اللي هي ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك، اللي هو واحد ما عنده صفائح، لها نظريتين لا ثالث له. النظريه الاولى اما الطحال بياكل في الصفائح، شيلنا الطحال ده مزاج كده زي واحد بيحب اللب يعني دنيا مليانه اكل وهو ماسك اللب يقزقز، فالطحال قاعد ياكل في الصفائح. اظن بديهيا يبقى العلاج الامثل ان نشيل الطحال. نشيل الطحال بس هشيله ازاي وبينزف؟ معضله. الحل النظريه الثانيه جميله جدا، يقول لك لا دي اجسام مضاده ضد الصفائح، يبقى العلاج كورتيزون بس. يبقى الطفل غالبا بنشوفها في اطفال يعني هياخد كورتيزون لحد ما الصفائح تطلع قوي، اروح شايله الطحال. بشتغل على النظريتين سوا. فالصفائح مهمه جدا. اذا لو واحد بينزف عملت له هيست تيست طلع لا، نشوف الصفائح ايه قصه الصفائح، هل هي قليله ولا ايه؟ طب ولا ايه دي بقى نقف عندها. صفائح طبيعيه من ربع مليون لنص مليون في الملي المكعب، من 250 ألف ل 500 ألف، هنقول متوسط 350 ألف. فواحد نزف قال له حلل الدم، قال له لا ده انت صفايحك كويس، خلاص يبقى اطمئن. هو غلط، هي ال 350 ألف موجودين بس مش شغالين، مش شغالين. يبقى ثرومبوسايتو أثيميا مش ثرومبوسايتوبينيا. هو ثرومبوسايتوبينيا يعني نقص صفائح، انما قد تكون نورمال، فعشان كده لازم نعمل وظائف صفائح. ده اختبار مهم جدا. لمن جاله صفائح نورمال لكن انا شاكك اعمل له وظائف. الوظائف دي بتيجي في انبوبه نحط صفائح ونديها ماده نخليها تلم نفسها ثم تفركش نفسها بمادتين. حطيت الماده ما لمتش نفسها تبقى مشغل، مشغل زي بتوع الاسبرين بالظبط. يبقى حتى بتاع الاسبرين ان هو انا بحميه من التجلط فعلا بطريقتين، اما صفائح تلاقي قلت، في ناس واخده اسبرين صفائح قلت 80,000 و70,000، واما طبيعيه بس مش شغاله. فمش عايزين نغلط الغلطه ان انا اما الاقيها طبيعيه اطمئن، لا يتعمل لها اختبار وظائف صفائح اجريجيشن وديس اجريجيشن. طيب الصفائح هنشوف العد الاحمر واطي، صفائح واطي يبقى المصنع مش شغال، يبقى نبتدي نفكر بقى هنعمل ايه ده وايه السبب. لما اسال واحد سؤال سهل قوي كده اقول له طب العد الابيض عالي جدا والصفائح واطيه جدا والكرات الحمراء واطيه جدا، تقول لي مصنع بيعمل عربيات وموتوسيكلات وعجل، مصنع في الصين بيعمل عربيات وموتوسيكلات، طلع قرار رئيس جمهوريه الصين قال لهم انا عايز عجل بس، خلاص. فهتلاقي كميه العجل في مصر كل على حساب مين؟ على حساب العربيات والموتوسيكلات. الموتوسيكلات ده اللي بيحصل في النخاع العظم بالظبط. في سرطان الدم كرات الدم البيضاء بتزيد، ادي الموتوسيكل ادي العجل، فبتم في او تلغي اثنين في المصنع الكرات الحمراء والصفائح. يبقى ده عالي، يبقى مش شرط ان الثلاثه واطيين، ممكن الكرات البيضاء تلاقيها عاليه جدا جدا في سرطانات الدم على حساب الصفائح الواطيه جدا وكرات الدم الحمراء الواطيه جدا، فده احد الامراض الخطيره جدا. زمان حضرتك كنت شبهت لنا اللوكيميا او سرطان الدم بهتلر في الحرب العالميه الثانيه لما خلى كل المصانع تعمل مدافع بس 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 خلاص كل المعدن مش لاقيين جزمة. مش لاقيين شبشب مش لاقيين اي حاجه، ده اللوكيميا. ده اللوكيميا، كل المصانع المصنع بيعمل كرات بيضاء بس، فبيضغى على كل حاجه اللي هو النخاع العظم.
فالصفائح مهمة. هنسأل بقى سؤال حلو جدا جدا للدكاترة، هل هيستست اللي انا عملته في الاولاني اللي هو الفاسكولار بيبر اللي بيفتح الفاسكولار، هل يطلع بوزيتيف في الناس اللي عندها نقص صفائح؟ منطقيا يقول لي لا. اقول لا، تعالى بقى اسمع، الشعيره الدمويه الصفائح مرصوصه على جدارها، والباقي هو 50% مارجنال و50% سيركوليتنج، 50% لازق و50% شغال احتياطي. فعندما تقل قوي الصفائح اللي لازق ده يفك فيضعف الجدار، يبقى زيه زي مين؟ زي الاولاني. يبقى هيستس مي بي بوزيتيف. ليه؟ لان في سيفير ثرومبوسايتوبينيا، فالبليتلت اتخذت المارجنال بقت سيركوليتنج، يعني اللي كانت على الجدار بقت دايره فضعف. نزيف الصفائح نزيف شديد وسبونتينيوس لوحده مهمه جدا، قاعد بيتفرج على التلفزيون مكح. فهو سيفير وسبونتينيوس، عشان الدكاتره 2 اس عشان ما ينساش. سيفير يعني عنيف، عنيف. سبونتينيوس يعني لوحده، لوحده لوحده، يعني بلا ضربات، ما اتخبطش، ما كانش مثلا بيخلع سنه مش عارف خالص. ايه خالص. عشان كده لا عجب بتاع الاسبرين لما يلاقي دم، لا عجب يقول انا بكح لقيت دم في كحه مع اني ما اتخبطتش ولا اي حاجه، سناني لقيت كدمات، لقيت نقط حمراء، لا عجب انت مش واخد اسبرين، بقى عندك مشكله في الصفائح. تقول لي طيب ممكن الجلطه تحصل من غير ما تعور؟ طبعا طبعا. امال اللي عنده جلطه في القلب حصلت ازاي؟ واللي عنده جلطه في المخ، واللي عنده جلطه في رجله وحصل عليها مشاكل، طب ازاي اعمل جلطه وانا من غير ما اتعور؟ في قصص طويله جدا جدا بتحصل جوه الشريان لما يكون الشريان وحش. وحش رف، صفائح تلزق عليه، رف يعني المادة. خشن الشريان من جوه خشن، يتهيأ للشريان ان انا متعور. انا مش متعور خالص، هو انخدع، صفائح جت اتلمت هنا طلعت ماده، اشتغل يا جدع عمل الكارثه. فده اللي بيحصل جوه الشريان. انما العادي ما بيحصلش كده. الانسان الطبيعي اللي مش مدخن، اللي ما عندوش كوليسترول عالي، اللي مش من اسره سيئه السمعه في القلب، اللي ما عندوش ضغط عالي، اللي ما عندوش حاجه اسمها هوموستين بروتين بيبوظ الدنيا متاسف، كل دول عوامل بتخلي الشريان ممكن يتجلط وهو سليم. هو عنده حاجه خشنه لزقت عليه الصفائح، يتهيأ بقى للجسم ان الراجل ده عنده تعويره والصفائح جت وكده. كاسكيد ده بينتهي بان انا اعمل جلطه بتقفل نزيف خالص. ولكن اذا الكاسكيد ده بايظ بقت في مصيبه، في مصيبه، مثل داء الهيموفيليا اللي الناس كلها سمعت عنه. داء الهيموفيليا هو داء في نقص فاكتور 8. عامل 1 2 3 4 5 8 مش موجود. عامل 8 من عوامل التجلط اسمه فاكتور 8. 8 اللي هو انتي هيموفيليك جلوبولين. ده اسمه اي اتش جي. ماشي؟ هقول له واحد عنده هيموفيليا فاكتور 8 تقيسه يطلع قد ايه؟ هيقول لي ما اعرفش الارقام، اقول له طب الارقام النورمال 15، الهيموفيليا يطلع صفر ولا 4 ولا 9 ولا 15، اختار رقم. فهو دايما يختار صفر او 4 والحاجات دي. هو 15. هو 15. ليه؟ It is qualitative not quantitative deficiency. هو موجود كرقم، يعني لما اقول للمعمل ما اقولوش لو سمحت قيس لي فاكتور 8، ما تقوليش قيس لي 8 عامل 8، لا. اقول له شوف لي شغال ولا لا. فيشوف الاكتيفيتي بتاع فاكتور 8، هو ده الهيموفيليا. تنورتنا وشرفتنا والدكتور يعني زي ما بيقولوا نور، نور بجد بوجود حضرتك معانا. وهيبقى دايما في زي المناهج ماشيه متوازنه، يعني هيبقى هنعمل منهج للدكتور ومنهج للناس الحلوه، عشان يبقى برضه هيبقى شيء رائع جدا ان الناس تستفيد من. انا ببقى سعيد جدا باي حاجه بلا مقابل. طبعا، وده احنا بنشكرك القاهره والناس كلها بتشكرك. نعلم الناس، نعلم الناس شعب او شعبين او ثلاثه، والله دي حاجه كويسه جدا. والقاهره والناس كلها بتشكرك على لساني. لا لا مش بقى الشكر، لا 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 بتبقى طعمها حلو. طبعا طبعا. يعني حضرتك تدينا من وقتك بلا مقابل في كل حاجه، ده شيء رائع. الله يحفظك. يعني احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وسعدنا بهذا اللقاء. وفي اللقاءات القادمه هناك الكثير من الاسئله، ويبدو ان مائده الدكتور تستسير الاسئله.
اكتر من مائده النزال. نورتنا يا فندم. الله يحفظك استاذنا استاذ الاساتذه القيمه العلميه الكبيره اسطوره ايقونه الطب في الوطن العربي استاذنا الاستاذ الدكتور حسام موافي، كان منيرا ومشرقا في واحده من اصعب واهم وادق المواضيع النزيف في الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور.